وشكرا. صافي سي ولا كي داير؟ مين دغتيني تخا كاس العالم اسبوسي ان شاء الله الرحمن الرحيم. المغرب بغا ولا كرهو، المغرب هو اللي غادي يجيب كاس العالم ويشوف الحاله ديال صحاب الراميد والناس المحتاجين باش يعاونوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. Thank you.
في التغطية الماضية والحكم قبل ذلك سطرنا كان يعطي الامتياز للمنتخب المغربي. خطيرة الكرة لمرابط من ثم لياسين بونو، الكرة الدورة الآن والبحث على المرور والخروج بالكرة بشكل سليم، تمشي ناحية سفيان مرابط، مرابط في منتصف الميدان على المتابعة بشكل ممتاز مع ستيفا، رجعت مغربية يحيى عطية صورة الحارس.